تكامل اليو دي في ده بيساوي اليو ضرب الفي ناقص تكامل الفي دي. زي ما قلت خلاص احنا بنكامل داله جبريه ضرب داله مثلثيه، ده في الجزء الاول اللي هناخده. قلت ده ممكن نكامله بالتعويض اللي احنا درسناه قبل كده او تكامل بالتجزئه. فقلت احنا هنكامله بالتعويض. خلاص امتى هنكامله بالتعويض؟ لما يكون عندي سؤال بيقول تكامل الاكس ساين اكس تربيع دي اكس. هنلاحظ ان هنا الاكس معاملها واحد، اكس الزاويه معاملها اثنين، يعني اكس الحدوديه من الدرجه الاولى ودرجه الزاويه من الدرجه الثانيه، فدرجه الحدوديه اقل من درجه الزاويه. في الحاله دي هيكون تكامل بالتعويض. واليو بتاخد الزاويه، يعني احنا بنفرض اليو هي الزاويه اللي هي اكس تربيع. اليو هي بتساوي الزاويه اللي هي هتساوي اكس تربيع. الكلام ده المفروض انت درسته قبل كده. خلاص تكامل برضو اكس تربيع كوساين اكس تكعيب دي اكس. هنلاحظ ان هنا اس 2 هنا اس 3، الحدوديه من درجه ثانيه اما الزاويه من درجه ثالثه، فدرجه الحدوديه اقل من درجه الزاويه. في الحاله دي يبقى تكامل بالتعويض، وهكذا بالنسبه لكل التمارين. تكامل اكس تكعيب الحدوديه من الدرجه الثالثه ساين اكس اس 4 زائد 2 دي اكس، الحدوديه من الدرجه الثالثه الزاويه من الدرجه الرابعه، فدرجه الحدوديه اقل من درجه الزاويه. في الحاله دي هيكون تكامل بالتعويض. وزي ما قلت في التكامل بالتعويض احنا بنفرض يو هي بتساوي الزاويه باستمرار. اما امتى السؤال هيكون سؤال تكامل بالتجزئه؟ السؤال الاول تكامل الاكس ساين اكس، دي الحدوديه اللي هي الاكس ساين اكس دي الداله المثلثيه، درجه الحدوديه اللي هو اس الاكس واحد ساين اكس دي الداله المثلثيه اس الاكس واحد، فهنا درجه الحدوديه بتساوي درجه الزاويه. في الحاله دي تبقى ده تكامل بالتجزئه. أو بطريقة ثانية السؤال اللي تحتيه تكامل الإكس تربيع كوساين إكس دي إكس. هنا إكس أس 2 يعني من الدرجة الثانية، كوساين إكس الدرجة الأولى، فالدرجة الحدودية أكبر من درجة الزاوية. يبقى هنا في الحالة دي إذا كانت درجة الحدودية بتساوي درجة الزاوية أو درجة الحدودية أكبر من درجة الزاوية، في الحالة دي تبقى نوع التكامل هنا تكامل بالتجزئة. والدالة الجبرية خلاص اليو هتاخد الدالة الجبرية، يعني احنا هنفرض اليو هي بتساوي الاكس او الاكس تربيع. في صوت يا شباب؟ يا ريت اي مناقشة تكون معايا. الدي في بتاخد باقي السؤال باستمرار، يبقى الدي في هتاخد الدالة المثلثية اللي هي ساين اكس معاها دي اكس او كوساين اكس معاها اي دي اكس. يا ريت تتجاوبوا معايا، احنا اتكلمنا عن المثال ده قبل كده. عندنا تكامل اوج التكامل ده المثال رقم واحد اكس ساين اكس دي اكس. ده السؤال اوج التكامل اكس ساين اكس دي اكس. في الحل بتاعي انا عندي تكامل اكس ساين اكس دي اكس، قلنا دي الحدوديه، الاكس هي الحدوديه وده هنفرضها بيو، ساين اكس دي اكس دي الداله المثلثيه وهنفرضها بالدي في. فبنكتب تحت اليو بتساوي اللي هي الاكس اللي هي الحدوديه. الدي في زي ما قلنا الداله المثلثيه اللي هي ساين اكس دي اكس. قلنا بالنسبه للحدوديه او اليو باستمرار فده جزء الاشتقاق. اما الدي في فده جزء التكامل. هنا بنشتق هنا بنكمل. اليو لما نيجي نشتقها مشتقه اليو هي دي يو. مشتقه الاكس زي ما قلنا بواحد، الواحد مش لازم يتكتب. دي اكس. الدي في. عايزين نكملها تكامل الدي في هو الفي. تكامل الساين اكس هو سالب كوساين اكس. وقلنا هنا بنحط الزائد سي. وزي ما قلت عندنا جدول في الكتاب في تكاملات الدوائر المثلثيه نقدر نحفظها. بعد كده بنحط قاعده التكامل اللي هي تكامل اليو دي في بيساوي اليو ضرب الفي ناقص تكامل الفي دي يو. ده قاعده التكامل. بنعوض عن تكامل اليو دي في، قلنا هو راس السؤال اللي هو تكامل الاكس ساين اكس دي اكس، ده بننزله. ولسهوله التعويض بناخد الخط الاول ده اللي هو اليو مع الفي، وبعدين بناخد الفي مع دي يو اللي هو الخط الثاني. اليو ضرب الفي يبقى الاكس مضروبه في ساين اكس، نزلناها اكس مضروبه في ساين اكس ساين كوساين اكس ناقص تكامل الفي دي يو اللي هي سالب كوزين اكس مضروبه في الدي اكس اللي هو الخط الثاني.
بعد كده زي ما قلنا الجزء الاول نزلناه في الخطوه زي ما هي كان، يعني انت لو عايز تطلع الاشاره السالبه بره على طول طلعها، خلاص اكس مضروبه في سالب كوزين اكس، وعندنا سالب ضرب سالب بالموجب او ناقص ضرب سالب بالموجب تكامل الكوزين اكس نزل نفس ما هو كخطوه زياده، يعني كان ممكن نجيبها على خطوه واحده. ده بيساوي هنخرج السالب دي بس في الاول علشان عمليه ترتيب، فهيبقى سالب وننزل اكس كوزين اكس زائد تكامل كوزين اكس بساين اكس زائد سي اللي هو ثابت التكامل. ده كان سؤال عن الاكس ساين اكس او تكامل اكس ساين اكس دي اكس. في حاول ان تحل اللي هو تكامل الاكس كوزين اكس دي اكس. نشوف السؤال هنا، اوجد تكامل الاكس كوزين اكس دي اكس. زي ما قلنا دي برضه حدوديه ضرب مثلثيه. درجة الحدودية بتساوي درجة الزاوية، يبقى ده تكامل بالتجذيب. قلنا اليو بتاخد الدالة أو الحدودية. الدي في بتاخد الدالة المثلثية اللي هي كوزين اكس دي اكس. يبقى اليو هتساوي الاكس، ده في الفرض بتاع اليو بتساوي الاكس. الدي في بتساوي كوزين اكس دي اكس. هنا بنشتق، هنا بنكمل. فاليو مشتقتها دي يو. مشتقة الاكس زي ما قلنا قبل كده بواحد دي اكس. نيجي للدي في. تكامل الدي في بايه يا شباب؟ بالفي. ده بيساوي تكامل الكوزين بساين. يبقى تكامل كوزين اكس دي اكس ده تكاملها بساين اكس، وزي ما قلت ما نحطش هنا زائد سي. بعد كده احنا بنكتب الداله او قاعده التكامل بالتجزيئ وبنعوض فيها بس مش اكتر من كده، ونبدا نكامل الجزء الاخير من القاعده. فعندنا هنا تكامل اليو دي في ده بيساوي اليو ضرب الفي ناقص تكامل الفي دي يو. تكامل اليو دي في قلنا هو راس السؤال نفسه، ده اليو وده الفي. اليو الفي دي في يبقى تكامل الاكس كوزين اكس دي اكس. ده بيساوي اليو ضرب الفي زي ما قلنا بنعمل الخط ده لسهوله التعويض، الخط الثاني كمان ده الجزء الاول وده الجزء الثاني. يبقى اكس مضروبه في ساين اكس ناقص تكامل الفي دي يو، ده الفي دي يو اللي هو مين؟ ساين اكس دي اكس. اكس ساين اكس ينزل نفس ما هو، اكس ساين اكس ناقص تكامل الساين بسالب كوزين اكس زائد سي. ده بيساوي بننزل اكس ساين اكس نفس ما هو عشان بس عمليه تحقيق الاشارتين دول، ناقص مع سالب يديني موجب كوزين اكس زائد سي. في حد عنده سؤال في السؤال الاول او الثاني؟ نكمل. أوجد، ده سؤال من كراسة التمارين صفحة 18 رقم 1. أوجد تكامل الإكس كوزين 3 إكس. إيه الفرق بين السؤال ده والسؤال اللي قبليه؟ الفرق إن هنا الزاوية هي فيها 3 إكس، هناك كانت إكس فقط لا غير، يعني معايا هنا عدد. فإحنا هنا معانا تكامل الإكس كوزين 3 إكس، قلنا دي حدودية أو دالة جبرية ضرب دالة مثلثية. درجة الإكس اللي هي في الحدودية بواحد، درجة الزاوية هنا بواحد. فالدرجتين متساويتين اذا هو تكامل بالتجذيب. فهنفرض هنا الاكس او الداله الجبريه اللي هي الحدوديه ده بيو، كوساين 3 اكس ده الدي في. اليو هتساوي الاكس، الدي في هتساوي كوساين 3 اكس دي اكس. قلنا اليو دايما بنشتقها والدي في بنكملها. فانا عندي هنا مشتقه اليو اللي هي ديو بتساوي ديو بتساوي مشتقه الاكس 1 دي اكس. الدي في عايزين نكملها، تكامل الدي في يعطيني في كوزين 3 اكس. قلنا تكامل كوزين بساين 3 اكس نفس الشيء، وممكن نقسم على 3 او نكتب في الاول 3. وعندنا هنا
في الملاحظات اللي هي باللون الاحمر عندكم كوزين اكس دي اكس تكامل الكوزين اكس دي اكس ده بيساوي ساين اكس زائد سي، تكامل كوزين 3 اكس دي اكس ده بيساوي ثلث ساين 3 اكس زائد سي، تكامل الساين 3 اكس دي اكس ده بيساوي سالب ثلث كوزين 3 اكس زائد سي. اللي بالاحمر ده كل ده ملاحظه مش لازم انت تكتبها. بعد كده بنحط قاعده التكامل، تكامل اليو دي في ده بيساوي اليو ضرب الفي ناقص تكامل الفي دي. اليو ضرب الفي اللي هو راس السؤال نفسه اكس كوزين 3 اكس دي اكس تكامل اكس كوزين 3 اكس دي اكس ده بيساوي اليو ضرب الفي اللي هو الخط الاول اكس مضروبه في ثلث ساين 3 اكس ناقص تكامل الفي دي يو اللي هو الخط الثاني الطرف الثاني ثلث ساين 3 اكس دي اكس. بالنسبه للجزء الاول هنبسطه بس العدد نجيبه نكتبه في الاول قبل الاكس فهنا الثلث نكتبه في الاول وبعدين ننزل اكس وساين 3 اكس ناقص الثلث ده هيطلع بره وهنكمل ساين 3 اكس دي اكس. تكامل الساين 3 اكس دي اكس كملاحظه مكتوبه على الجنب ده بسالب ثلث كوزين 3 اكس زائد سي. يبقى تكامل الساين 3 اكس بسالب ثلث كوزين 3 اكس زائد سي. الكلام ده بيساوي بالنسبه للجزء الاول هنكتبه نفس ما هو اللي هو ثلث اكس ساين 3 اكس نفس ما هو. المفروض في هنا خطا بس في الاشاره في الكتابه بتاعتنا هنا. ناقص مع سالب ده المفروض الاشاره دي موجبه يا شباب. وهنضرب بالاله الحاسبه ثلث ضرب ثلث او 1 على 3 ضرب 1 على 3 ده بيساوي 9 كوزين 3 اكس زائد سي. في حد عنده سؤال في الشق ده؟ هنيجي بعد كده لامثله سريعه على التكامل المباشر. احنا عندنا في البدايه تكامل الساين اكس دي اكس قلنا تكامل الساين بسالب كوزين اكس زائد سي. تكامل كوزين 5 اكس يعني اكس معاها عدد دي اكس قلنا هنا 5 نكتب قدام 5 ونكمل الكوزين تبقى بساين خلاص 5 اكس نفس الزاويه زائد سي. تكامل الداله الاسيه الاي اوس اكس دي اكس قلنا ده بيساوي اي اوس اكس زائد سي. تكامل اي اس 4 اكس دي اكس بتفرق عن الزاويه الداله اللوسيه اللي فوق اللي هنا اكس هنا 4 اكس فبنقسم على 4 بنقسم على المشتقه فهنا بنقول تبقى ربع يا تقسم على 4 يا تكتب ربع يبقى ده ربع في اي اس اكس واي اس 4 اكس زائد سي. تكامل اي اس 3 اكس ناقص 2 دي اكس برضه المعامل هنا ب 3 واللي فوق دي داله بالدرجه الاولى خلاص فبنقول الثلاثة ديت نخليها ثلث يعني نقسم على ثلاثة ونكتب نفس الدالة نفس الدالة اي اس 3 اكس ناقص 2 زائد سي اللي هو ثابت التكامل. اتكلمنا عن المثال ده تعالوا نشوفوه مرة ثانية شوفوا معايا تكامل الاكس في اي اس اكس دي اكس. هنلاحظ هنا ان انا عندي دالة جبريه او حدوديه الاكس وهو اسها بواحد اي اس اكس دي داله اسيه الاس الدرجه بتاعته واحد اذا درجه الداله الحدوديه الجبريه مساويه لدرجه الاس يبقى ده تكامل بالتجزئه. هنفرض اليوم ممكن ناخد كلمه لحام يا شباب كلمه لحام اللام اللي هو اللين والحاء اللي هي الحدوديه والالف اللي هي الاسيه والميم اللي هي المثلثيه. ده ترتيب فرد اليوم. ترتيب فرد اليوم. كلمات لحام. يعني أول حاجة بندور على اللم، ثاني حاجة بندور على الحدودية، ثالث حاجة بندور على الأصية، ثالث حاجة أو آخر حاجة المثلثية. دي اختيارات اليوم بالترتيب. فأنا لو جيت ألاحظ هنا مش هلاقي عندي هنا لن، يعني مفيش دالة لوغاريتمية، يبقى هروح لحرف الحاء وهو الحدودية. فالحدودية موجودة اللي هي إكس، دي إيه؟ بنفرضها بيه. اي اس اكس دي اكس دي بنفرضها بالدي في فاليو
هتساوي الاكس، الدي في هتساوي الاي اس اكس دي اكس. هنا هنشتق اليو تبقى دي يو مشتقه الاكس زي ما قلنا قبل كده 1 دي اكس، نيجي للفي دي في نكملها. تكامل الداله الاسيه اي اس اكس لسه قايلينها، تكامل الداله الاسيه دي كملاحظه تكامل اي اس اكس دي اكس، قلنا هي نفس الداله اي اس اكس زائد سي، فتكامل الداله اي اس اكس هيبقى اي اس اكس نفسها. وقلنا هنا ما بنحطش سي اللي هو ثابت تكامل، انا بحط الكيبو كله كثابت واحد في الاخر. بعد كده بنكتب قاعده التكامل، تكامل اليو دي في، وده بنكررها في كل سؤال، بيساوي اليو ضرب الفي ناقص تكامل الفي دي يو. تكامل اليو ضرب الفي اللي هو السؤال نفسه، تكامل الاكس في اي اس اكس دي اكس، ده بيساوي الجزء الاول اللي هو اليو ضرب الفي، ده اللي هو الخط الاول الاكس مضروبه في اي اس اكس، ناقص تكامل الخط الثاني هو التعويض الثاني اللي هو الفي دي يو، هذا الفي دي يو اي اس اكس مضروبه في الدي اكس اي اس اكس دي اكس. بالنسبه لاكس في اي اس اكس بتنزل نفس ما هي خلاص، الجزء الاول ما فيش اي مشاكل، ناقص تكامل الاي اس اكس لسه قايلينها على جنب اهي، ملاحظه تكامل اي اس اكس هو نفس الداله، يبقى تكامل اي اس اكس هو اي اس اكس برضه زائد سي. هنا ممكن ناخد الاي اس اكس من هنا عامل مشترك، فبناخد الاي اس اكس بره عامل مشترك، من هنا يفضل لي الاكس داخل قوس، وهنا يفضل معامل الداله اللي هو الخارجي اللي هو الواحد، يعني لازم يفضل مكانها واحد، فتبقى اي اس اكس مضروبه في اكس ناقص واحد زائد سي. حد عنده سؤال في الفقره ديت؟ على فكرة انتوا تقدروا ترفعوا لي ايديكم، اللي عايز يسأل يقدر يرفع علامة ايه؟ ايديه في البرنامج نفسه. في حد عنده سؤال في الجزء اللي طاف؟ لا استاذ كمل كمل. اوكي يا شباب، هنيجي حاول ان تحل تكامل 4 اكس، ودي داله حدوديه، وافتكروا كلمه لحام اربع اصابع خلاص، مضروبه في داله اسيه اللي هي اي اس سالب 5 اكس دي اكس. احنا عند حرف اللام قلنا لان ده مش موجود، مفيش داله لوغاريتميه، خلاص يبقى هروح للحق اللي هو الداله الحدوديه خلاص اللي هي 4 اكس، يبقى اليو تاخد ال 4 اكس، و الدي في هتاخد الداله الاسيه اللي هي اس سالب 5 اكس دي اكس، لان احنا بنختار اليو يا شباب بحيث انها تكون داله بيسهل اشتقاقها، والدي في بنختارها بحيث انها تكون داله بيسهل تكاملها. فهنا هنكمل اليو بيساوي 4 اكس، ده الفرض بتاعي، والدي في بتاخد باقي السؤال بالكامل اللي هو اي اس سالب 5 اكس دي اكس، ده الفرض. زي ما قلنا في كل مساله بالنسبه لليو بنشتق مشتقة اليو وهي الديو، مشتقة الأربعة إكس بأربعة، الإكس بتروح، لأن إحنا في الاشتقاق بنقص الأس واحد، لكن في التكامل بنزود الأس واحد، بنقسم على الأس الجديد، فهنا هتبقى أربعة دي إكس. بالنسبة للدي في اللي هي إي أس سالب خمسة إكس دي إكس، عايزين نكملها، تكامل الإي أس سالب خمسة إكس دي إكس على كام باللون الأحمر؟ قلت كل اللي مكتوب باللون الأحمر ده عبارة عن ملاحظات. قلنا هنا المعامل بسالب 5، معامل الاس اللي هو الداله الاسيه او الاس بتاع الداله الاسيه بسالب 5، فممكن تقسم على سالب 5 او تكتب سالب 5 على طول بطريقه مباشره، وتحط نفس الداله الاسيه اللي هي اس سالب 5 اكس اهي زائد السي. فهنا تكامل الاي اس سالب 5 اكس ده بيساوي سالب 1 على 5 اي اس سالب 5 اكس. زي ما قلت 100 مره بنعمل الخطين دول لسهوله التعويض خلاص، ونكتب قاعده التكامل بالتجزيل، تكامل اليو دي في ده بيساوي اليو ضرب الفي ناقص تكامل الفي دي يو. الاول وهو السؤال نفسه اليو ضرب الفي اللي هو السؤال نفسه، تكامل 4 اكس في يو سالب 5 اكس دي اكس اللي بنزلها،
ده بيساوي اليو ضرب الفي اهو الخط الاول ده التعويض الاول 4 اكس مضروبه في سالب 5 اي اس سالب 5 اكس 4 اكس مضروبه في سالب 5 اي اس سالب 5 اكس ناقص تكامل الفي دي يو الخط الثاني. طبعا احنا كتبنا الاربعه الاول وبعدين سالب 5 في اس سالب 5 اكس، عملية ترتيب بس مش اكتر من كده عشان تكون الاعداد جنب بعضها. ده بيساوي بالنسبه لهنا عملية ترتيب برضه هنضرب 4 في سالب 5 ده بالآلة الحاسبة يديني سالب 4 على 5 وننزل الاكس و اي اس سالب 5 اكس نفس ما هما زائد لما نضرب ده سالب ضرب سالب او ناقص ضرب سالب ده بمغيب بموجب و4 في 1 على 5 بموجب 4 على 5. تكامل الداله اي اس سالب 5 اكس هي فوق اهي بسالب 1 على 5 اي اس سالب 5 اكس زائد سي نفسها موجوده نكتبها. ده بيساوي بالنسبه للجزء الاول نكتبه نفس ما هو سالب 4 على 5 اكس اي اس سالب 5 اكس اللي هو كده في ابسط صوره. نيجي ده بنضرب العددين دول في بعض 4 على 5 ضرب سالب 1 على 5 بالآلة الحاسبة يا شباب خلاص هيديني خلاص سالب 4 على 25 اللي هي 5 على 5 ب 25 اي اس سالب 5 اكس زائد سي اللي هو ثابت التكامل. وده كان تكامل دالة حدودية أو دالة جبرية ضرب دالة أسية. تعالوا نكمل. حاول أن تحل أوجد تكامل دالة حدودية وهي إكس ناقص 3 مضروبة في دالة أسية وهي إي أس إكس ناقص 3 دي إكس. قلنا هنفترض إن إكس ناقص 3 هي اليو لأن بناخد الحدودية الأول في فرض اليو يعني الحدودية قبل الأسية. الأسية هتروح للدي في. فهنا يبقى اليو بيساوي الاكس ناقص 3 اللي هي الداله الحدوديه او الداله الجبريه مضروبه في الداله الاسيه اللي هي الدي في ديت اللي هي بتساوي اي اس اكس ناقص 3 دي اكس. بالنسبه لليو ان شاء الله هتشتقوها مشتقه الاكس بواحد مشتقه الثلاثه بصفر يبقى واحد والواحد مش لازم يكتب دي اكس يبقى ديو بيساوي دي اكس. الدي في اللي هو اي اس 3 اي اس اكس ناقص 3 اسف تكامل الدي في تعطيني الفي تكامل الداله الاسيه خلاص اي اس اكس ناقص 3 هو نفس الداله الاسيه اي اس اكس ناقص 3 لان هنا الاكس اللي هو الاس معامله بواحد وكاتبينه في الملاحظه على جنب. بعد كده مجرد ما تحط اليو والديو والدي في والفي بتحط قاعده الطائف تكامل تجزئ وتعوض فيها. تكامل اليو دي في ده بيساوي اليو ضرب الفي ناقص تكامل الفي دي تكامل يو ضرب تكامل يو دي في ده اللي هو راس السؤال نفسه اسف اكس ناقص 3 في اس اكس ناقص 3 دي اكس بيساوي اليو ضرب الفي وهو اليو ضرب الفي الخط الاول اللي هو اكس ناقص 3 في اي اس اكس ناقص 3 ناقص تكامل الفي دي يو وهو التعويض الثاني اي اس اكس ناقص 3 مضروبه في دي اكس تكامل الاي اس اكس ناقص 3 موجود فوق هنا وموجود هنا. اوكي يبقى ده بيساوي اكس ناقص 3 في الاي اس اكس ناقص 3 تنزل نفس ما هي ناقص تكامل الدالة الأسية اي اس اكس ناقص 3 هو اي اس اكس ناقص 3 زائد سي. سؤال تاني أوجد تكامل 3 اكس مضروب في اي اس 2 اكس زائد 1 دي اكس. دي دالة جبرية وبنسميها حدودية عشان كلمة لحامل قلتها لكم مضروبه في اي اس 2 اكس زائد 1 دي اكس دي داله اسيه يبقى حدوديه ضرب اسيه معامل الداله الجبريه
او الحدوديه ده بواحد، معامل الاس هنا بواحد، الاسين متساويين، اذا هنا تكامل مره واحده عشان تكونوا فاهمين. اذا كانوا الاسين متساويين او الدرجتين متساويين فالتكامل بيكون على خطوه واحده او مرحله واحده. خلاص بنفرض اليو اللي هي 3 اكس، اليو بتساوي 3 اكس، ادي في زي ما قلنا بتاخد باقي السؤال بالكامل اللي هو يو اس 2 اكس زائد 1 دي اكس. بالنسبه لليو قلنا بنشتقها، يبقى مشتقه اليو هتكون اديو، مشتقة 3 اكس الاكس تروح خلاص، يبقى عندي 3 دي اكس. ادي في اللي هي الداله الاسيه اي اس 2 اكس زائد 1، احنا قلنا مشتقة الداله الاسيه هي نفس الداله ولكن بنقسم على معامل الاكس اللي هو الاثنين، اللي هو الاثنين، فهيبقى هنقسم على اثنين يعني نكتب نص نص، معناها ان احنا قسمنا على اثنين، ونحط نفس الداله ثاني اي اس 2 اكس زائد 1، ونكتب بعد كده قاعدة التكامل بالتجزئة، تكامل اليو دي في ده بيساوي اليو ضرب الفي ناقص تكامل الفي دي. تكامل اليو دي في اللي هو رأس السؤال نفسه، خلاص تكامل ال 3 اكس مضروبة في اي اس 2 اكس دي اكس، 2 اكس زائد 1 دي اكس، ده بيساوي اليو ضرب الفي اللي هو الخط الأول 3 اكس هتتضرب في نص اي اس 2 اكس زائد 1 ناقص تكامل الفيديو اللي هو التعويض الثاني الخط الثاني. اوكي هنبدا بالثلاثه الاول، تبدا من هنا ومن هنا ما تفرقش، هنبدا بالثلاثه خلاص، وبعدين نكتب وراها نص اي اس 2 اكس زائد 1 دي اكس. هنا 3 مضربه في نص كعمليه تبسيط تديني 3 على 2 ونازل اكس اي اس 2 اكس زائد 1 نفس ما هي، فيش اي مشكله في الجزء الاول. بعد كده ناقص 3 هنضربها في النص ونخرجها بره التكامل، 3 ضرب نص ب 3 على 2 ناقص 3 على 2 تكامل الداله الاسيه اللي هي اي اس 2 اكس زائد 1، قلنا هي نفس الداله بس نقسم على 2 يعني نكتب نص، يبقى هنا نص اي اس 2 اكس زائد 1 زائد سي اللي هو ثابت التكامل. الجزء الاول او الشق الاول والحد الاول هنكتبه نفسه ما هو، 3 على 2 اي اس 2 اكس زائد 1، هنبسط بس العددين دول بالاله الحاسبه، 3 على 2 مضروبه في نص تبقى ناقص 3 على 4 اي اس 2 اكس زائد 1 زائد سي اللي هو ثابت التكامل. مفهوم؟ في حد عنده سؤال؟ واصل يا استاذ واصل فاهمين. اوكي استاذ بس اللي اخر شيء 3 على 4 شلون جبناها؟ طيب 3 على 4 خلاص اللي هي نفسها، لاحظ معايا انت شايف مؤشر الماوس بتاع الكمبيوتر؟ ايه شايف شايف. طيب انا بشاور على ايه دلوقتي؟ 3 على 2 مضروبه في نص، 3 ضرب 1 ب 3 و2 ضرب 2 ب 4 تبقى 3 على 4، او هتحسبها بالاله الايه؟ الحسب. اوكي؟ اها تمام يعطيك العافية. اوكي، أي حاجة مش فاهمينها خلاص اسألوني فيها. كأننا قاعدين مع بعض وداخل الصف. فاهمين فاهمين يا أستاذ يعطيك العافية. تمام أستاذ يعطيك العافية. هنيجي الأمثلة متنوعة شوية، يعني دي مجرد شرح يا شباب خلاص. إحنا قلنا هنا من شويه كده كلمتكم قلت لكم دي داله حدوديه تكامل الاكس مضروبه في ساين 3 اكس دي اكس، ده مجرد يعني دردشه مع بعض كده. دي داله حدوديه اللي هي الاكس، ساين 3 اكس دي داله مثلثيه، درجه الاس هنا بواحد، درجه الاس هنا برضو بواحد، اذا دي ايه الدرجتين مالهم متساويين، اذا ده تكامل بالتجزئه، وزي ما قلت لكم هيبقى على مرحله واحده يعني مره واحده، لو الدرجات متساويه تبقى تكامل مره واحده، اما اذا كانت درجه الحدوديه اكبر من درجه الزاويه او اكبر من درجه الاس في الحاله دي هيكون عندي تكامل مرحلتين، يعني هنعيد التكامل نفسه مرتين في السؤال الواحد. عندك هنا تكامل اكس مضروبه في اي اس اكس دي اكس، هنا الاس واحد هنا الاس واحد، اذا التكامل هنا خلاص دي داله جبريه ضرب داله مثلثيه ودول اتكلمنا عنهم خلاص، التكامل هنا بالتجزئة مرة واحدة فقط، يعني سؤال على مرحلة واحدة وبيخلص. طيب
إذا كان عندي تكامل X أس 2 كوزين X دي برضو دالة حدودية خلاص أو دالة جبرية ضرب دالة مثلثية. بس لو طلعتوا معي هتلاحظوا إن الدالة الجبرية أسها 2 يعني دالة في الدرجة الثانية، الزاوية X من الدرجة الأولى، يبقى درجة الحدودية أكبر من درجة الزاوية. في الحالة دي يبقى إيه؟ استخدم التكامل بالتجزئة، بس هيكون عندي على مرحلتين، يعني نستخدم التكامل مرتين في نفس الصورة. لاحظوا معايا هنا في الخطوة الأخيرة أو في التكامل الأخير، هنلاحظ هنا أن التكامل X أس 2 ناقص 2 X دي دالة جبرية، درجتها كام؟ درجتها 2، لأن هنا الدرجة 2 وهنا الدرجة 1، وإحنا بنعتمد الأس الأكبر، فدي الدالة من الدرجة الثانية. إي أس X زائد 3، الاكس هنا أسها 1، إذا درجة الحدودية 2 أكبر من درجة الأس هنا 1، يبقى ده برضو تكامل بتجزئة مرتين مش مرة واحدة. يبقى إذا كان الدرجات متساوية هيكون تكامل بتجزئة مرة واحدة. إذا كان درجة الحدودية في السؤال أو في التكامل الآية الثالث والرابع أكبر من درجة الزاوية أو أكبر من درجة الأس، في الحالة دي هيكون عندي تكامل بالتجزئة مرتين. تعالوا كده نشوف مع بعض مثال على الكلام ده. لما يقول لك اوجد تكامل، ده مثال رقم 5، اوجد تكامل اكس اس 2 كوساين اكس دي اكس، ايه اللي انت شايفه هنا؟ شايف ان عندك داله حدوديه او داله جبريه ضرب داله مثلثيه. اوكي، طيب الداله الجبريه اللي هي اكس تربيع، الداله المثلثيه اللي هي كوساين اكس دي اكس. طب الاكس تربيع دي داله جبريه او بنسميها حدوديه، دي من الدرجه الكام؟ الدرجه الثانيه. كوزين اكس دي داله مثلثيه، من الدرجه الكام؟ درجه الاس كام؟ 1. اذا درجه الحدوديه 2 ودرجه الزاويه 1، درجه الحدوديه اكبر من درجه الزاويه. في الحاله دي هيكون عندي تكامل بالتجزئه مرتين مش مره واحده. فزي ما قلنا قبل كده احنا بنفرض تبعا لكلمه لحام اللي قلتها لكم، الاكس تربيع اللي هي الداله الجبريه ديت اليو، كوزين اكس دي اكس دي الدي في. فهنفرض اليو اللي هي الاكس تربيع، الدي في اللي هي الداله المثلثيه، كوزين اكس دي اكس. معقولنا مع اليو هنا هنشتق، مشتقه اليو اللي هي دي، مشتقه اكس تربيع. قلنا في الاشتقاق بننزل الاس قدام خلاص وننقص الاس 1، يبقى الاثنين هتنزل قدام الاكس، واكس تنزل وننقص الاثنين 1 تبقى 1. يبقى مشتقة اكس تربيع هي 2 اكس دي اكس. طب والدي في اللي هي كوزين 3 اكس، قلنا دي هنكملها. تكامل الكوزين دي يا شباب بساين، تكامل الدي في هو الفي، تكامل كوزين اكس هو الساين اكس. وقلنا هنا دايما ما بنكتبش الثابت التكامل. بعد كده بنحط القاعده زي ما عملنا في كل المسائل اللي قبل كده، تكامل اليو دي في ده بيساوي اليو ضرب الفي ناقص تكامل الفي دي. تكامل اليو دي في قلنا هو راس السؤال نفسه اللي هو اكس تربيع كوساين اكس دي اكس، نزله نفس ما هو ده بيساوي اليو ضرب الفي هو التعويض الاول اللي هو الخط الاول، الاكس تربيع مضروبه في ساين اكس، وده خلاص كده اوكي بالنسبه للتعويض الاول، ناقص تكامل الفي دي يو، الفي دي يو اللي هو الساين اكس مضروب في 2 اكس دي اكس. احنا هنكتب 2 اكس في الاول كعمليه ترتيب، يبقى تكامل 2x مضروبه في ساين x اللي هي دي مع دي. طيب هنلاحظ ان هنا في المعادله اللي هي رقم 1 اهي، التكامل اللي عندي اللي هو فوليوم اللون الاصفر ده عباره عن ضرب دالتين، داله جبريه اللي هي 2x، داله مثلثيه اللي هي ساين x، برضه يبقى ده تكامل بالتجزئه. يبقى هنستخدم التكامل بالتجزئه مره ثانيه اللي لسه عندي ضرب دالتين، بس هنلاحظ ان هنا الأس صار هنا 1 والأس هنا 1، لكن كان في بداية 2 و1. احنا هنسمي المعادلة دي رقم 1 وهنتركها نفس ما هي، هناخد التكامل أو سالب التكامل بس هندخل السالب جوه، ندخل السالب مع الـ 2x، وهناخد جزء التكامل ده بس ونشتغل عليه خلاص، هيبقى تكامل وهندخل السالب جوه، يبقى تكامل سالب 2x ساين x dx اهو، تكامل سالب 2x ساين x dx.
برضو عبارة عن حدودية ضرب مثلثية. اليو هي الحدودية اللي هي سالب 2x، والدي في بنفرضها خلاص اللي هي سين اكس دكس. عندي على جنب هنا هو الفرض بتاعي اليو اللي هو بيساوي حدودية سالب 2x، الدي في اللي هو بيساوي سين اكس دكس. عايزين نفاضل اليو تبقى ديو تفاضل او اشتقاق سالب 2 اكس تفاضل هو الاشتقاق. الاكس تروح تبقى بسالب 2 اكس. معلش هو الموز بعلم معايا شويه من اليوم. يبقى سالب 2 دي اكس. الدي في هنكملها تبقى تكامل الدي في هو الفي. ده بيساوي ساين اكس دي اكس هنكامله. تكامل الساين اكس بيه يا شباب بسالب كوزين اكس. هنعوض في قاعدة التكامل، تكامل اليو دي في ده بيساوي اليو ضرب الفي ناقص تكامل الفي ديو، ده اللي هو بيساوي تكامل سالب 2 اكس ساين اكس اللي هو اليو دي في بنعوض عنه. نقول لك هو راس السؤال ده بيساوي اليو ضرب الفي اللي هو الخط الاول في التعويض سالب 2 اكس مضروبه في سالب كوزين اكس. وخلص معايا يا شباب. هنضرب الخط الاول عندي سالب مع سالب هيديني موجب فمفيش داعي لكتابته، و2 اكس هنضربها في كوزين اكس ناقص تكامل 2 اللي هو الفي دي يو 2 كوزين الاكس تاكس. لان هنا برضو عندي سالب مع سالب في الخط الثاني لما ضرب سالب في سالب هتديني موجب فمفيش داعي لكتابتهم. خلاص هنزل 2 اكس كوزين اكس نفس ما هي ناقص تكامل نزل العدد 2 الثابت ينزل نفس ما هو كوزين الاكس تكاملها بسين اكس زائد. ده كان الجزء اللي هو في المعادلة رقم واحد. خلاص استنتجنا التكامل. بعد كده بنعوض من المعادلة اتنين في المعادلة رقم واحد. ازاي؟ بنكتب السؤال او المعادلة رقم واحد نفس ما هي بالظبط اهي. تكامل الاكس تربيع كوسين اكس دي اكس. ده بيساوي الاكس تربيع سين اكس تنزل نفس ما هي. ناقص التكامل ده اللي احنا هنعوض اللي احنا حسبناه في الخطوة الثانية. الناتج بتاعه 2 اكس كوزين اكس ناقص 2 ساين اكس زائد سي بننزله خلاص في مكانه نفس ما. وكده بنكون انتهينا من الحصه الثانيه النهارده ان شاء الله، وارجو ان انتم تكونوا استفدتم وربنا يوفقكم ان شاء الله.